من الاب الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركته على روحنا جميعا امين. كل سنه طيبين. عيد تكريس الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني بكنيسته بالليد. زي ما احنا عارفين القديس العظيم ماري جرجس احتمل من العذابات أكثر من 7 سنين، ولكن لو جينا نسأل إزاي احتملوا كل هذه الألمات، لكن هم نظروا إلى صليب الرب، ولما نظروا لصليب الرب استغربوا إزاي ربنا استحمل كل الألم دي، الجلد والعذاب والشوك، فهم برضو استحملوا زي ما الرب استحمل. عشان كده الشهداء احنا بندفنهم تحت المذبح. ليه؟ عشان نقول انه فوق المذبح في دم المسيح، وتحت المذبح في دم الشهداء. فوق المذبح في الجسد المتألم، وتحت المذبح في ايضا اجساد القديسين المتألمين. فوق المذبح في المسيح الذي يغفر خطايانا، وتحت المذبح في الشهداء اللي بيصلوا من أجلنا. لكن بصراحة إحنا مش مستحملين نحتمل بعض. يعني الراجل لا محتمل مراته، ولا الست محتملة رجلها، ولا العيان محتملين بعض، ولا الآباء محتملين أولادهم. إحنا مش مستحملين بعض، لدرجة إحنا مش مستحملين حتى ربنا. يعني مثلا لو ربنا جاب لنا أي ضيقة أو تجربة أو ألم، نتذمر ونتضايق ونقول يعني ليه ربنا بيعمل فينا كده. وإذا صلينا وطلبنا أي طلبة والرب لم يستجيب أو لم يستجيب بسرعة، برضو نتضايق ونزعل ونقول حنبطل تاني نصلي، حنبطل تاني نتشفع بالقديسين. وحتى ربنا إحنا مش مستحملينه بصراحة. إحنا ينقصنا الصبر وطول الأناة والاحتمال بعضنا بعض. لكن إذا عايزين نحتمل بعضنا بعض، من فضلك بص على الصليب. يقول بولس الرسول: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح، الذي من أجل السرور وحده احتمل الصليب. يعني إيه من أجل السرور احتمل الصليب؟ إنه شايف في حاجة حلوة هو هيعملها بعد الصليب، بعد القيامة، إنه هيدخل كل أولاده السماء. عشان كده احتمل الصليب. طب إحنا ليه مش قادرين نحتمل بعضنا البعض؟ ليه نفسنا قصير مع بعض؟ عارفين ليه بصراحة؟ عشان كرامتنا عالية، وعشان ذاتنا عالية، وعشان أناتنا عالية. إذا واحد خدمك أي خدمة وبعدين طلب منك خدمة وإنت ما عملت له الخدمة دي، يقوم يزعل، يقول هو مش متذكر أنا عملت له إيه، هو ناس الخير أنا مديهوله، مش محتمل. وإذا واحد أهانك أو شتمك، تقعد برضه تتذمر وتقول هو مش عارف نفسه أنا ممكن أعمل فيه إيه وأسوي فيه إيه، لا ده ممكن أعمل فيه وأعمل فيه. طيب هو ربنا يعني احتمل ولا لا؟ طيب ربنا نفسه يقول لك كان يشتم ولا يشتم عوضا، يعني عمره ما ربنا شتم ابدا. يا ما شتموه، ناقض السبت وناقض الشريعه وكاسر السبت وضد قيصر، محب للعشارين، ده درجه قالوا له انت ابن زنا، بيقول للرب كده، وقالوا له انت ابن النجار، يعني حاجه مهينه، وهو ابن الله، ولكن كان يسكت. لكن هو كان ممكن يقول أنا ممكن أعمل فيهم وأسوي فيهم، لكن هو مش بيعمل أي حاجة لأي حد. ليه؟ لأن هو عايز يعلمنا إزاي نحتمل. لدرجة إن هو مرة دخل مدينة السامرة والسامريين طردوه، قالوا له مش اطلع بره. فقام يوحنا وبطرس قالوا له يا ربي نزل نار من السماء تاكلهم. قال لهم لستم تعلمان من أي روح أنتما؟
انت مش قادر، مش عارف انا ممكن اعمل فيهم، لكن هيجي اليوم اللي هيؤمنوا بيا. وفعلا سابهم وما عمل لهمش حاجه ناس السامرة دول، لدرجه ان اليوم اللي جاء بشر في السامرية وأملوا كلهم بالرب يسوع. في سفر أعمال الرسل نشوف اضطهادات كثيرة على الكنيسة، لكن عمره ما واحد من التلاميذ أو الرسل قال إحنا ممكن نعمل فيهم ونسوي فيهم. أول واحد من التلاميذ قطعوا رأسه هو يعقوب، قالوا ماله يتقطع رأسه، إيه المشكلة؟ بعد شوية رجموا استفانوس، وموضوع الرجم ده صعب جدا، لكن برضو قالوا ماله يترجم استفانوس. ومن كثرة الاضطهادات التلاميذ تشتتوا كلهم، ولكن عمر ما واحد قال أنا ممكن أعمل وأنا ممكن أسوي. لما تيجي اضطهادات على الكنيسة نقعد نقول يا رب أنت فين، ومش شايف أولادك بيحصل فيهم إيه، والكنائس بتتحرك وعيالنا بيموتوا، ليه يا رب مش بتعمل، ليه يا رب مش بتسوي؟ ربنا ساكت وصابر على كل إنسان. ليه؟ لأنه لو ربنا قتل شاول الترصوصي وموته وما احتملهوش ما كانش طلع لنا بولس الرسول. فهو صابر لعل الناس دي برضو ايه تؤمن. عشان كده الشهداء احتملوا ما فيه الكفاية، حرق وجلد وضرب، والهمبازين اللي هو بيلفوهم كده في حديدة كلها حديد، ويعني ألمات ما بعدها ألمات. ما يجلس يتعذب 7 سنين. قديسة رفقة يعني موتوا عيالها وضبحوهم على حجرها. مين إنه أم تحتمل إن ابنها يتضبح على حجرها؟ عذرا مرة ربنا أداهم عقاب، ما قالش يا رب ليه عملت وسويت فينا، ولكن قال كلمة حلوة يا ريتنا نحفظها. قال نحن جوزينا بأقل ما يحق لنا، نحن جوزينا بأقل ما يحق لنا. يعني أنت رب أديتنا وجازيتنا وعاقبتنا، وإحنا نستحق أكتر من كده بزيادة، لكن ما قالش ليه يا رب عملت فينا. إذن قال له رب إحنا نستاهل التأديب. مين يقدر يقول لربنا إحنا نستاهل أكتر من كده، وكتر خيرك هي بقت على كده، لكن لو جات علينا إحنا نستاهل جهنم. لكن اللي يقول نحن نستحق أكثر من كده ده هو الإنسان المتواضع. طيب إذا أنت مش قادر تستحمل أهل بيتك، مش قادر تستحمل أهل بيتك، إزاي تحتمل اضطهادات تجيلك؟ إذا مش قادر تحتمل مرض يجيلك بتتذمر عليه، إزاي هتقدر تحتمل إهانات من أي إنسان؟ إذا أحبائي أول ما تلقى إنك أنت مش قادر تحتمل، اعرف إن ذاتك عالية عليك وكرامتك كبيرة عليك، والكرامة والذات دي ما تتكسرش إلا بالاتضاع. إذا عايزين نحتمل بعضنا بعض، أول حاجة مش بتخليك تحتمل كرامتك وذاتك وأناتك. إذا لم تنكسر الذات دي مش هتقدر تحتمل. تاني حاجة مش بتخلينا نحتمل هي إحنا اتعودنا على الراحة. ما فيش قديس دخل السماء إلا وتعب. إحنا متعودين على الراحة. النهاردة لو واحد بيتفرج على التلفزيون كسلان يوطي التلفزيون، وإذا ما لقاش الجرموط قدامه يخرب الدنيا. يا عم قوم على حينك ووطي التلفزيون بدل ما أنت خرب الدنيا. لكن يا أحبائي إحنا متعودين على الراحة. الآباء قال لك إذا عايز تدخل السماء لازم تتعب. الآن بابول أول السواح بيقول لك لا تطلب الراحة ما دمت في هذه الحياة. والآباء بيقولوا لك إذا ما لقيتش حد يتعبك فتش لك على حد يتعبك، ده اللي دخلك السماء. تقدر تعمل كده؟ واحد من الآباء الرهبان دخل الدير وقعد 2 و3 شهور، بعد كده أخذ هدومه ومشى. رئيس الدير بيقول له مالك، في حد زعلك؟ ما قال له دي المشكلة إنه ما فيش حد بزعلني. طب هدخل السماء إزاي؟ قال له عايز إيه يعني؟ قال له هروح أفتش لي على دير حد يزعلني من الرهبان هو بي ده أدخل السماء، ده الإنسان المتضع. لكن إحنا مش محتملين بعضنا البعض.
طيب إذا أنت مش قادر يعني حتى تقف تصلي، مش عايز تتعب، بتصلي وانت قاعد، بتصلي وانت نايم، بترسم الصليب وتقول أبانا الذي وتنام، مش قادر تصوم صوم ينفعك في السماء، الصوم داخل علينا، نقوم الصبح نشرب شاي ونفطر، مش قادرين حتى نصوم انقطاعي، متدلعين. ليه؟ لأنه مش عايزين نصوم. مش قادرين نسيب كوباية اللبن في الصوم، مش قادرين نسيب كوباية القهوة في الصوم، مش قادرين نصوم انقطاعي. يقول لك يا ابونا يعني بس خليني أشرب كوباية المسكافيه من فضلك والقهوة وبعد كده أصوم زي ما أنا عايز. يا سلام، مش قادر تحتمل كوباية اللبن. طب ما أنا حب أبا أو أخا أو أختا أو كوباية لبن أو كوباية قهوة أكتر مني لا يستحقني. طب مش عايز تتعب؟ طيب إذا مش عايز تتعب من أجل كوباية قهوة وتصوم انقطاعي، لما تجيك ضيقة هتحتملها إزاي؟ مش قادر تحتمل كوباية شاي هتجيك صداع. لو جاك مرض هتقدر تحتمل إزاي؟ لو جاك شخص متعب هتقدر تحتمله إزاي؟ عشان كده يا أحبائي بولس الرسول ده كان إنسان يعني جلدوه جلد، وبعد شوية لقوه في السجن عمال يصلي طول الليل. إزاي ده؟ ناس بتحتمل. واحد من الناس اللي بيزوروا الأدير والخواجات دول كتب كتاب، قال أنا مش عارف الرهبان دول يعني بيتعبوا إزاي كده. قال دخلت أسبوع الألام في أحد الأديرة، لقيت الرهبان واقفين بيصلوا 6 ساعات ورا بعض متواصلة، بعد شوية طلعوا واشتغلوا وأكلوا لهم لقمة ورجعوا تاني بالليل صلوا 6 ساعات متواصلة. أنا قال مش عارف دول بيحتملوا إزاي. الرهبان اللي بيتعبوا التعب ده لو جاهم أي اضطهادات هيحتملوا، لو جاهم أي تعب أكيد هيحتملوا. لكن إحنا لا محتملين صلاة نقوم نصلي، ولا محتملين ركوع، ولا محتملين سجود، ولا محتملين أبونا طول في القداس شوية نتزمر، ولا محتملين وعظة طويلة نقعد نتزمر على أبونا كل دقيقة نمص في الساعة. طيب هنحتمل ضيقة أو تجربة تعدى علينا إزاي؟ لو عايز تحتمل من فضلك بص على الصليب. الألم والجلد والصلبان والشوك إزاي المسيح احتمل؟ واحدة كان عندها كانسر عظام، وانتوا عارفين كانسر العظام ده من أوحش الكانسر في الألام. يوم بتعترف عند أبونا قالت له أبونا معلش سامحني، يوم شد علي الألم قلت له يا رب معلش كفاية كده أنا مش قادر أحتمل. قام قال لها طب أنت من العادة بتعمل إيه؟ قلت له أنا بشكر على طول، بس مرة زاد علي الألم بقول له يا ربي كفاية كده، اعتبرتها خطية ولازم تعترف عليها. عشان مرة بس قلت له معلش يا ربي خليني يعني كفاية كده، اعتبرتها خطية. شوفوا الناس دول يعني بيحتملوا درجة إيه. أنت على الصليب بص على الصليب، بص على الصليب المسيح اتألم من أجلك إزاي. هل لو جاتك ضيقة تقول تشتكي؟ لو جاك ألم، لو جاك مرض صعب، لو إنسان مغص حياتك هتقدر تعترض تقول له يا ربي يعني ده يجي إيه بالنسبة للألام اللي أنت اديتهاني؟ عشان كده اللص اليمين قال لأخوه قال له إيه؟ نحن بعدل إيه؟ جوزينا. يا ريت تفتكر الصلوة دي لما يجيك أي ضيقة أو ألم قل له رب كتر خيرك ده عدلك، احنا استاهل اكتر من كده، نحن بعدل جزينا. لكن ما يقولش الكلام ده الا الانسان المتواضع. من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب. ايه السرور الموضوع امامه؟ هو قال انا ايه اللي مصبرني على الالم ده كله؟ عشان اشوف اولادي في السماء، عشان اشوف كل عيالي داخلين السماء. أنا احتملت من أجلك كتير واشتريت لك السماء بدمي علشان أشوفك معي في السماء. طيب عايز أشوف بولس الرسول اللي اضطهد الكنيسة وجر نساء ورجال إلى السجون ورجم استفانوس، عايز أشوف معي في السماء. عايز أشوف بطرس الأنكرني وقال ما عرفش الرجل ده وحلف وشتم، عايز أشوفه معي في السماء. عايز أشوف ملايين ملايين من البشر معي في السماء. عايز اشوف زكة وعايز اشوف السامرية وعايز اشوف العشار وعايزني اشوفي انا وعايز اشوفك انت وانت
من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل هذا الصليب. طيب تقدر الآية دي تنطبق علي وعليك؟ من أجل السرور الموضوع أمامك أو أمامي احتمل الألام. إيه هي السرور الأمامي؟ إذا جاتك سجن ظلم ولا مرض ظلم ولا ألم ولا حد مغص حياتك، تقول من أجل السماء اللي اشتراها لي ربنا أحتمل الألام، من أجل أبديتي أحتمل أنا فيه. هل تقدر تقول الكلام ده ولا لا؟ إذا نركز من فضلك على اليوم اللي أنت هتقابل فيه المسيح، عينك في عينه ووشك في وشه، قل له صدقني يا رب، لا عرفت أصلي كويس ولا عرفت أصوم كويس ولا عرفت أخدم ولا عرفت أعمل أي حاجة، كل اللي عرفته احتملت الإنسان اللي قدامي ليا، واحتملت المرض اللي اديتهوني، واحتملت المشاكل اللي اديتهاني، ينفع تدخلني السماء؟ يقول لك يا سلام، ادخل إلى فرح سيدك. عشان كده أول ما تدخل السماء أول واحدة تقابلك الست العذراء، تقول لك تعالي يا حبيبي في حضني، أنا برضو جاز في نفسي إيه؟ جاز في نفسي سيف. إذن كل ما الوجع يزيد عليك، وكل ما الضيق تزيد عليك، وكل ما الاضطهادات تزيد عليك، تبص لصليب المسيح يهون عليك إيه؟ ألمك وضيقك، وتقول يا رب ده يجي إيه بالنسبة لألامي. عشان كده يقول على بولس الرسول، بيقول على نفسه في ميتات مرارا كثيرة، يعني مات كثير جدا، في أصفار سافر كذا مرة وكادت السفينة تغرق به، في أصوام، في جلدات جلدت 40 مرة. نقول له يا بولس إيه اللي مخليك صابر على كده؟ شوف الآية دي يقول إيه، ركز معايا، قال إن خفة ضيقاتنا الوقتية، الضيقة خفيفة ووقتية، تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. يعني الخفة والضيقة الوقتية تدينا مجد ثقيل أبدي. إذا الضيقة قال عليها وقتية وخفيفة وزمنية، لكن المجد المستنيني تقيل، مش ما عارفش يعبر عن المجد المستني، قال تقيل، تقيل وأبدي وثقيل. إذا يقول بولس الرسول إني أحسب إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد المستنيني. كل الآلام اللي أنا فيها دي ولا تيجي حاجة بالنسبة للمجد اللي أنا مستنيني. عشان كده بولس الرسول يقول إيه، غير ناظرين للأشياء التي ترى بل الأشياء التي إيه لا ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية والتي لا ترى أبدية. إيه الأشياء التي ترى؟ الألم والضيق والحزن والوجع، اوعى تبص له ده، انظر للأشياء التي لا ترى، اللي هي إيه؟ السماء المستنياك وأبديتك وخلاص نفسك، والسماء اللي أنت يعني مستنياك. عشان كده يقول على المسيح كان محتمل الصليب مستهين بالخزي، يعني كانوا يعني بيستهزئوا بيه. تخيلوا المسيح نفسه كانوا يربطوا له عينه ويضربوا كف ويقولوا له تنبأ من الذي ضربك. طب لو واحد استهزأ بك بالشكل ده هتقدر تحتمل ولا مش هتحتمل؟ انظر إلى عري المسيح، وانظر إلى التريقة اللي تريقوها للمسيح، وانظر إلى البصق اللي بصقوا المسيح، بصقوا للأشرار. نقول له يا رب إيه اللي مصبرك على البهدلة دي؟ يقول لك عشان أشوف أولادي في السماء. طب أنت عايز تدخل ولا لا؟ إذا عايز تدخل قل له يا رب أنا عايز أدخل، هحتمل كل اللي بيحصل لي. صدقوني يا أحبائي، أنا شفت زوجات ستات، عشان تسمعوا يا ستات، رجلها بيضربها وبيهينها وكل يوم يديها علقة، وقاعدة في البيت صاينة بيتها. سألها أبونا إيه اللي مخليك بصبرة كده؟ تقول له عايز أشوف أولادي في السماء، لو سبت البيت ومشيت عيالي هم الضحية، أنا صبرة عشان أربي عيالي وأدخلهم السماء. في غيرهم سابوا البيت ومشوا وعيالهم طفشوا. طب تقدر تقول أحتمل من أجل السرور الموضوع إيه أمامي؟ إيه السرور الموضوع أمامك يا سيد؟ عايز أشوف عيالي في السماء. عشان كده يقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، كل واحد فينا ليه مكان في السماء. طب إذا ما احتملتش هتضيع منك مكانك.
إذا نقول له ربي أنا أحتمل من أجل الملكوت المنتظرني. لو نزلت يوم عينك من الصليب مش هتحتمل، هيزيد عليك الألم. لكن لو عينك كل يوم على الصليب هتقدر تحتمل هذا الألم. عشان كده لو كرامتك اتجرحت قول أبويا كرامته اتجرحت في الأول. لو اتهنت قول أبويا اتهان. لو سابوك كل الناس ومشوا قول كل الناس سابوا المسيح حتى تلاميذه ومشوا. إيه اللي يحصل؟ عشان كده لو جاك ألم في راسك، صداع بعد الشر، حاجة وحشة في راسك وانت متألم، قول الشوك اللي على المسيح أكتر. لو جنبتك وجعتك قول الحرب أكتر في المسيح. لو يدك وجعتك قول المسمار أكتر. لو رجلك وجعتك قول برضو المسمار أكتر. لو ظهرك وجعك قول له رب الصليب اللي شلته على ظهرك هو برضو إيه أكتر. بص على الصليب، يوم ما تنزل عينك من الصليب الشيلة تتقل عليك، لما ترفع عينك على الصليب الشيلة تخف منك. عشان كده الشيطان يلعبنا عشان ما يخليناش نستحمل بكلمة مهمة جدا. عارفين ايه؟ كلمة اشمعني. اشمعني انا يحصل لي كده، واشمعني انا يجيني المرض ده، واشمعني انا اموت بدري. ما في ناس ماتوا يعني 80 و90 سنة. اشمع بس اول ما وجعت في اشمعني اعرف انه الشيطان هيخليك مش مستحمل ابدا. عشان كده خلي بالك على الصليب، يقول لك تفكروا من الذي احتمل من الخطاة لئلا تكيلوا أو تكلوا وتخوروا. أول ما تنزل عينك من الصليب هتكل وتتعب وتخور بكلمة إيه؟ اسمعني. بولس الرسول يقول إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني. يعني إيه؟ أورشليم دي السماء. إذا نسيت السماء هتنسى القوة، اليمين هي القوة. حنسى القوة وحنسى إنه أنا قوي وحنسى إنه أنا أحتمل لأن نسيت أورشليم، نسيت السماء المستنياني. أحبائي اللي خلينا نحتمل نتوب. اللي تايب يقول أي حاجة تحصل له ده من خطيتي، أنا أستاهل أكتر من كده، أنا كتر خير ربنا أداني كده، ولو جت على كده أنا أستاهل إيه؟ نار جهنم. إلسع يا رب زي ما أنت عايز، لكن أوعى جهنم. ادي زي ما انت عايز، اطرب زي ما انت عايز، لكن عند جهنم دي لا يا رب اوعى نار جهنم. عشان كده اللي يشوفه ربنا ماشي من الباب الواسع يديله على راسه. ليه؟ لانك ماشي في الباب الواسع، والباب الواسع نهايته ايه؟ جهنم. فانت لما يجيك ضيقه او الم او تعب قل له يا رب كتر خيرك، انت عايز تنبهني ادخل من الباب الضيق، عشان الباب الضيق ده اخره الملكوت. فقل له يا ربي انا اشكرك على كل ما تدهوني. القديس موسى الاسود لما طبعا انتوا عارفينه كان يعني رئيس عصابه وقتل ناس كثيره وزنى وسرق، دخلوا البربر على الدير، الروبان قالوا له يلا يا انبا موسى نهرب حموتونا، قال له ما انا مش هارب، اطلعوا كلكم امشوا انا مش هقعد. طب حقتلوك؟ قال لهم انا قتلت بالسيف ففي السيف لازم اقتل. قالوا طب ما انت تبت، انت ياما صبت وياما اعترفت وياما شفت اللوح بتاعك بقى كله ابيض. قال لهم ما تبت الزياده، انا استاهل الموت. وفعلا ما رضاش يطلع، وجو البربر موتوه لوحده. هو ده الانسان المتضع. ليه؟ يقول انا استاهل اللي يحصل لي واستاهل السيف زي ما موت الناس بالسيف. اذا ايه اللي يخليك يعني تكون محتمل؟ صدقني اي واحد يتعبك في الدنيا دي احفظ الايه دي، قول فوق العالي اعلى والاعلى فوقهما اعلى، من الذي قال فامر ولم يكن. اذا واحد مضايقك ومتعبك ومكره عيشتك قل له انت مش أعلى من ربنا، فوق العالي عالي، حتى لو شفت بنفسك عالي، لكن من الذي قال ولم يأمر؟ هو في حد يعني حاجة عدت عليك من مرض أو ألم أو ضيقة والمسيح مش عارف بيها؟ عارف بيها وسامح بيها؟ سامح بيها. من الذي أمر ولم يكن؟ ربنا قال لك، قال للراجل ده روح مغص حياته،
روح يا شيطان جرب أيوب، هو اللي سمح له. إذن ربنا سامح بالضيقة وعارف بهذه الضيقة. عشان كده بيلاطس قال للمسيح لما كان بحكمه: أنت ساكت ليه؟ أنت مش عارف أنا ليه سلطان أطلقك وليه سلطان أصلبك؟ قال له إيه؟ ليس لك سلطان علي البتة إن لم تكن قد أعطيت من فين؟ من فوق. تقدرش تعمل لي حاجة إلا بأمر الله الآب. إذا ما فيش حد يقدر يعمل لك حاجة إلا بإذنه هو. إذا ما فيش حاجة عدت على ربنا وجاتك أنت مش معدية على ربنا، ربنا عارفها وموافق بيها. إذن هو يقول: لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بإيه؟ بإذني. طيب يا ربي أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لك: من أجل خلاصك ومن أجل حياتك الأبدية. كلنا بنقول في الضيقة: يا ربي زيح، يا ربي الضيقة لا، يا ربي الألم لا. هو نفسه ربنا في الألم الشديد كان يقول إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، يا رب شيل مني الكأس دي. وأنا وإنت بنقول الكلام دي، لكن هو ليه ربنا بيقول كده؟ عشان بيتكلم بلسان البشر. البشر بيقولوا كده: زيح الألم، زيح المرض، زيح الضيقة، زيح الاضطهاد. لكن في النهاية بيقول، في نهاية الصلاة بيقول إيه؟ لكن ليس كمشيئتي بل إيه؟ كمشيئتك. مش إذا عايز تشيل يا رب شيل، وإذا مش عايز يا رب تشيل ما تشيلش. إذن خلي بالك، المسيح على آخر حياته قال: يا أبتاه في يديك إيه؟ أستودع روحي. إذن أنا وإنت حياتنا في يد ربنا مش في يد إنسان أبدا. كمان إذا عايز تحتمل احفظ الآية دي: كان يسلم لمن يقضي بعدل. احفظ معايا: كان يسلم لمن يقضي بعدل. يعني ايه؟ يعني سيب ربنا ياخد لك حقك. مش مؤمن انه في قاضي عادل؟ خلاص هو ياخد لك حقك بيدك. عشان كده لما المسيح اتألم وما فيش حد سائل فيه ليه يا رب بيعملوا فيك كده، مسلم لمن يقضي بعدل. المسيح بيقول لكل واحد فينا: من فضلك اوعى تاخد حقك بيدك، لو اخدت حقك بيدك هتخسر السماء. خلي بالك، خليني انا اخد لك حقك بيدي انا. احفظوا معايا الايه دي، نقولها مع بعض: لي النقمه يقول الرب اجازي كل واحد على حسب ايه؟ اعماله. طب احنا حافظينها، لي النقمه انا اللي هنتقم، انا هجازي كل واحد على حسب ايه؟ اعماله. اذا في قاضي عادل وفوق العالي عالي، اوعى تاخد حقك بيدك وتخاصم الناس وتزعل من الناس هتخسر السماء. لكن خليها لمن يقضي ايه؟ بعدل. حتى الشهداء صدقوني يا احبائي، من ايام قايين وهابيل، لما قايين قتل هابيل قال له: انت فاكر دم قايين ما جانيش في السماء؟ دم قايين اخوك يصرخ الي من الارض. انا الدم بيقول زن في فوق في السماء. عشان كده المسيح نفسه قال الآية دي لليهود، قال لهم: سيأتي عليكم دم، كل دم سفك يعني زكي، سيأتي عليكم كل دم زكي على الأرض، كل دم سفكتوه على الأرض مسموع في السماء، كل ظلم على الأرض مسموع في السماء. ما فيش حد الظلم ربنا مش عارف ليه، لأنه ربنا يكره الظلم. أكتر واحد الظلم في الدنيا دي مين؟ المسيح. فعارف يعني إيه ظلم. عشان كده خلي بالك أنه الكهنة، كل الكهنة في العالم دول بيصلوا صلاة اسمها تحليل الكهنة بالليل. عارفين من ضمن الصلاة دي بيقولوا إيه؟ أحكم يا رب للمظلومين. شوف كم كاهن بيصلي لك أنه يحكم لك أنت المظلوم. آخر حاجة في دقيقتين هقولها لك: من فضلك لما تكون مظلوم ولما تكون عندك ضيقة أو مرض أو تجربة أو ألم، اوعى تبطل صلاة، صلي على طول. لأنه في الوقت اللي هتبطل في صلاة الشيلة تتقل عليك، في الوقت اللي هتشيل صلي طوالي الصلاة إيه؟ الصلاة تخف عليك. عشان كده يقول إيه الآية دي، خلي بالك منها: ألا أشفق أنا على مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا.
أنا الحشفك على الناس اللي بتصرخ لي، المرضى والمتألمين والمضطهدين والمعذبين والمظلومين، ألا فأشفق عليهم أنا على أولادي الصارخين إلي ليلا ونهار؟ حشفق عليهم. بس أنت قول يا رب، بس ما تاخدش حقك بيدك. أول حاجة الصلاة، تاني حاجة الشكر، واشكر ربي. طب أشكر إزاي؟ يا رب أنا في ألم ضيق وفي تجربة واحد من مقص حياتي، إزاي أشكر؟ اشكر إذا أنت أمنت إن الضيقة والتجربة هي الطريق للسماء. إذا دي طريقك للسماء تقول يا رب أشكرك، اضرب زي ما أنت عايز، إلسع زي ما أنت تلسع، وأنا عارف إن الضيقة والتجربة دي في الآخر هتوديني السماء، فبتشكر. لكن لو نزلت عينك من السماء عمرك ما تشكر، ولكنك إيه؟ هتتذمر على طول. إذا الذل ده والتجربة دي والبهدلة دي والضيق ده والاضطهاد ده والألم ده والظلم ده من أجل السماء، بتشكر ربنا. خلي بالك من الآية اللي بتقول إيه؟ أحسبوه، ها من حافظ معايا، كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متعددة. طب أفرح إزاي؟ ده ضيق وألم، أفرح ممكن واحد يفرح؟ لا، ما تفرحش، لكن احسبها فرح. ليه أحسبها فرح؟ لأنه لو حسبتها فرح استمى ليا أنا، استمى مستنياني، فأنا فرحان، فالضيقة دي مخلياني مستني السماء. بص يا أحبائي، أولا تشكر، ثانيا إيه؟ تصلي، وآخر حاجة إنك أنت يعني تخدم اللي حواليك. إذن يقول آية حلوة، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. يعني إيه؟ لما تشعر نهايتك اقتربت اعمل ده. أعمل إيه؟ اصحوا وتعقلوا للصلوات، يعني صلي، وبعدين غير رأيه، قال لا، لكن قبل الصلاة لتكن محبتكم لبعضكم البعض شديدة. إذن مع الضيقة والألم حب، مع الضيقة والتجربة حب، مع الإنسان المطلع عينك حب، حبه. إذن أشكر أصلي أحب. عشان كده إذا مش قادرين نحب بعضينا هنوصل لمحبة الأعداء إزاي؟ وروني يعني. إذا مش قادر أحب أخويا ولا حماية ولا حماتي ولا صديقي، حوصل لمحبة الأعداء اللي أمرني بيها ربنا إزاي؟ عارفين الأنبا بخوميوس اللي هو أب الشركة ده؟ كان رجل وثني، وثني مش بيعبد ربنا، عنده أوامر يمشي يموت كل المسيحيين في البلد، وبعدين أخذ الجيش ومشى عشان يموت كل المسيحيين. طلعوا له كل الناس في البلد، قالوا له أهلا، قال له أنا جاي أموتكم، عندي أوامر أموتكم. قالوا له حاضر، رقابينا تحت سيفك، بس قبل ما تموتنا عايزين منك طلب واحد. قال لهم إيه؟ عايزين إيه يعني؟ قال لهم عايزين نغديكم ونديكم شاي ونديكم حلى، عشان أنتوا جايين حرام من مكان بعيد، كلوا واشربوا وحلوا واشربوا الشاي وبعد كده موتونا. شوف الحب، مش قالوا له ربنا ياخدك يا بعيد، ربنا يشيلك، اللي جابك ده الحب، ده الحب. وفعلا طلعوا الستات بالحلل وطلعوا بالشاي والقهوة والعصير، وبعدين لما بخوميس قال لهم تعالوا انت مين كبيركم؟ قالوا انه كبيرنا ابونا قاعد في الكنيسة. قال لهم انا عايز اقابل ابونا. قابل ابونا، قال له انتوا ازاي بتتعاملوا كده؟ قال له ده المسيح اللي قال لنا حبوا اعدائكم، دي مسيحيتنا. في الحال قال له على لبس الجندية ومشى للملك وقال له انا يا عمي انا مسيحي، انا الناس دول ما شفت زيهم. وفعلا مشت رهبا واسس حاجه اسمها الرهبنه المشتركه، بخوميوس اب الشركه، ده الانبا بخوميوس. اذا عشان تحتمل ايه؟ صلي واشكر وايضا ايه؟ حب. كل سنه وانتم طيبين. لالهنا المجد والاكرام في كنيستكم من الان والابد امين.